بيروت. الموضوع الثالث مشاهدينا هو أيضا عن انطلاق مبادرة تفاعل لإحصاء الشعب الفلسطيني في كل أنحاء العالم. عن هذه المبادرة وأهدافها سوف نستضيف الدكتور كمال الحسيني الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيدة الأرض من القدس المحتلة، وأيضا ستكون معنا الأستاذة زينب حمارشة منسقة مبادرة التفاعل من رام الله. طبعا قبل أن نبدأ الحديث مع ضيفان الكريمين دعونا نتابع هذا الفيديو ثم نعود. سيدة الأرض ملح الأرض، سيدة الأرض ملح الأرض، حب وسلام حب وسلام. إذا معنا عبر السكايب السيدة زينب حمارشة منسقة مبادرة تفاعل، أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا. نبارك لكم هذه المبادرة الجديدة والتي أكيد لديها الكثير من الأهداف والمضامين الهامة للشعب الفلسطيني. هل بإمكانك بداية أن تحدثينا عن هذه المبادرة لو سمحتي؟ الاتصال اليوم سينضم إلينا أيضا دكتور كمال الحسيني، لا أدري إن كان معنا على الخط أم لا. طبعا لنتحدث أكثر لمشاهدينا حول هذه المبادرة. هذه المبادرة كانت نتاج لعمل مؤسسة سيدة الأرض التي قامت بالكثير من النشاطات الهامة من تكريم شخصيات فلسطينية من الداخل وفي الأراضي المحتلة وأيضا في الشتات. هدف هذه المؤسسة هو جمع الكل الفلسطيني على اختلاف طبعا على اختلافاتهم السياسية. نعود مرة أخرى لضيفتنا الأستاذة زينب، هل الصوت واضح الآن؟ تفضلي. نعم واضح. أهلا وسهلا فيكي، حدثينا عن المبادرة لو سمحتي. نعم، في البداية المبادرة التي انطلقت مؤخرا من سيدة الأرض، من مؤسسة سيدة الأرض، هي عبارة عن مبادرة. كان الهدف في هذه المبادرة هو الخروج عن الصندوق، لا نريد أن نبقى نفكر في هذا الإطار المحدود. طبعا بعد أن اجتمع فريق المؤسسة الممتد في فلسطين وفي الداخل الفلسطيني وفي أيضا الدول العربية، يعني فكرنا في عمل مبادرة نؤسس من خلالها للفلسطينيين، نقوم بجمع بيانات عن هؤلاء الفلسطينيين في كل دول العالم، في الدول الأوروبية، في الدول العربية، وأيضا في فلسطين. طبعا كانت فكرة هذه المبادرة أن نقوم بإحصاء للشعب الفلسطيني بكل العالم من خلال طبعا بعض الشراكات التي سنتحدث عنها الآن. بدأنا نؤسس لذلك وأطلقنا هذه المبادرة في يوم حفل تكريم مؤسسة سيدة الأرض لشخصية العام التي حدثت مؤخرا في شهر ديسمبر. طبعا هذه المبادرة يعني كان الهدف منها هو أن نعزز الانتماء الفلسطيني لكافة الفلسطينيين أينما كانوا. نحن مؤسسة فلسطينية وجدت وتأسست في الداخل الفلسطيني من مجموعة من الأشخاص العاشقين للأرض، العاشقين للوطن. ومن أهداف هذه المؤسسة أو ضمن أهداف هذه المؤسسة استندنا لنطلق مبادرة تفاعل التي تحمل 5 حروف، كل حرف من هؤلاء يشير إلى الفلسطيني وقضية الفلسطيني العادلة. تاء تشير إلى التعزيز، نريد أن نعزز انتماء الفلسطيني. فاء تشير إلى فلسطين، والألف تشير إلى إحصاء. نحن من خلال إحصاء الشعب الفلسطيني ومن خلال قاعدة البيانات من خلال قاعدة هذه البيانات سوف نعزز انتماء هذا الفلسطيني. عين تشير إلى عودة ولام تشير إلى اللاجئين. يعني السادة المشاهدين لو لاحظوا بأن هذه الحروف جميعها تشير إلى الفلسطيني، تتعلق بقضية الفلسطيني، وهذا هو محور وهدف المبادرة. هناك مؤسسة تسأل عن الفلسطيني،
الفلسطيني الذي خرج من فلسطين ربما من 48 أو 67 ولم يزر فلسطين ولا مرة، أردنا أن نقول له نحن هنا معك، وحتى لو كان هذا عن طريق الفضاء الرقمي أو العالم الافتراضي. نبسة، أعود لك. أذهب الآن إلى القدس المحتلة. معي من هناك دكتور كمال الحسيني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيدة الأرض. أهلا وسهلا بك سيد الكريم. أهلا بك سيدتي عزيزتي أيتها الإعلامية وجدان، وأنت من القدس لك سلام ومحبة واحترام، فكنت معنا في البداية في برنامج شخصية العام، وكان لك أيادي بيضاء فطوبة إليك أولا، ثم نعود ونقول كل عام وأنتم بخير، كل عام وشعبي الفلسطيني في حرية أكثر، وبإذن الله تعالى أن نكون كما نريد دوما أن نحتفل معا وسويا في كنائس القدس وفي مساجد القدس، نكون معا وسويا العام القادم. آمين. سؤالي لك قبل وهذا ليس بفني. تسلم. سؤالي قبل أن نتحدث عن مبادرة تفاعل، نبارك لكم جهودكم، يعني تكريم السنوي اللي عقد في نهاية العام 2016، يعني أكدتم ونجحتم حقيقة في جمع يعني لم شمل الفلسطيني لنقل، كان هناك ضيوف وتكريمات لشخصيات ذات آراء مختلفة وانتماءات مختلفة، كيف نجحتم في ذلك؟ لا كان عنوان الحفل ليبقى الوطن العنوان الأول، وهذا المسمى أن يكون الوطن العنوان الأول بصور الجميع يقف. نعم. بعيد عن كل التجاذبات وبعيد عن الفقرات، أما العنوان هو يجتمع معه الجميع، كنا من جميع دول أوروبا والأمريكتين ومن تركيا ومن جميع الوطن العربي. وهذا بتصور حدث كان لافت النظر، وكان تسليم جهوده بشكل خاص من سياده الرئيس ابو مازن، والجميع بتصور التف حولنا، لنا حقيقه هذه الرساله رساله وطنيه اقوى من كل الاسماء، فكان الحفل في بحضور 1200 شخصيه اعتباريه، وكان اليوم كان ماطر، انما كانت القلوب هي دافئه في لم الشمل الذي من امريكا كان موجود، يعني هناك كانت اسماء تم تكريمها، الدكتور سعيد جاء من شيكاغو، واسماء كثيره جدا جاءت من كل البلاد، فهذا دل على شيء، دل انه هذا التعزيز، وحتى انه وجود الاهل، يعني انا كنت اسمع الحديث من عزيزتي منسقة المبادرة الإعلامية زينب، أن هي قصة التعزيز هذه قضية كثير مهمة جدا، الانتماء والعودة إلى تكريم شخصية عام، هو أيضا رسالة بهذا الاتجاه، التكريم اللي هو تحضر وحضارة، إنما في فلسطين هو أكثر من ذلك، بحيث أنه هو يمثل قضية ويمثل انتماء ويمثل رسالة وطن لكل من يريد أن يسمع بأن فلسطين تستحق أن تكون حرة أبية بإذن الله تعالى. تكريم اللاعب رونالدو وأيضا تكريم الطفل الذي فقد أسرته أحمد دوابشة، نعم، كان له أثر كبير جدا في نفوس الحاضرين وفي نفوس كل من تابع وشاهد هذا الاحتفال، ماذا يمكن أن نقول عن هذا التكريم؟ والله صحيح صدقتي، بعيدا عن الجو العاطفي، وإنما هنا نحن نبقى بهذه المشاعر الدافئة، يعني وخصوصا هذه الإنسانية التي مهما يحاول الآخر أن ينتزعها منا إلا هي العنوان الحقيقي لنا كشعب فلسطيني. عندما اعتلى المنصة الطفل البسيط الصغير محمد دوابشي، القاعة والمسرح كله وقف إكبارا وإجلالا لهذه العائلة، وكل وضوح تكريم لرولاندو هو تكريم إنساني، بحيث استقبال الطفل محمد دوابشي في إسبانيا وعكس صورة حقيقية لهذا المحتل ولهذا النهج الصهيوني كيف يتصرف في عائلة نائمة بكل هدوء وبكل وضوح، يعني أمام العالم كله تأتي قطعان من المستوطنين ويحرقون البيت. هذه الصورة التي يعني أردنا ايضا احنا نكرم هذه الشخصيه اللي هي رولاندو، وايضا نكرم هذا الطفل اللي اصبح انا بتصور كلنا اهله وكلنا ربعه بالمعنى المجازي الفلسطيني. نعم اسمح لي.
تفضل. نعم. اسمح لي سيد الكريم سأعود لك، أذهب مرة أخرى إلى زينب. ما زلت معنا زينب؟ تسمعيني زينب؟ نعم أسمعك. نعم. نعود إلى موضوع مبادرة تفاعل. يعني الموضوع يحتاج إلى عمل جبار على ما أعتقد. يعني هناك استمارة، لا أدري إذا لو كان بالإمكان إظهارها، موجودة عند الزملاء. هاي الاستمارة صوت وجدان غير واضح، غير واضح تماماً. غير واضح. سأعيد مرة أخرى لنتحدث عن المبادرة، وأشرك دكتور كمال حتى يتضح الصوت. دكتور كمال، موضوع المبادرة، مبادرة تفاعل، يعني واضح أنه هي المبادرة ليست من السهولة بمكان العمل من أجلها. موضوع التواصل مع الفلسطينيين في الشتات وفي كل أنحاء العالم، كيف سيتم سيدي؟ اولا هي ليست المبادره الاولى من مؤسسه سيدة الارض. يعني نحن تعودنا انه في كل سنه يكون لنا مبادره، وتكون المبادره كما نتحدث دوما بانها هي خارج الدائره وخارج الصندوق. وفي 30/3 في يوم الارض في 2016 احنا قدمنا مبادره البث الفضائي الموحد، واستطعنا في هذا اليوم ان يكون 28 فضائيه في بث فضائي في كل وطن العربي في وقت دقيق جدا تمر فيه المرحله والواقع اللي هو العربي بشكل عام. الان هذه المبادره اتت، ويعني كثير مهم نوقف عند هذه المبادره، لانها انا اتصور انها هي روح كل فلسطيني. كلنا نريد ان نكون معا، بس كيف نكون معا؟ وكيف نعزز ذلك؟ وكيف نذهب الى النقاط التي تجمعنا وليست النقاط التي تفرقنا؟ واعتقد واجزم بان النقاط التي تجمع الفلسطيني مع الفلسطيني هي كثيره جدا. اولا ليس فقط ال 48، عندما عرضنا المبادره لسياده الرئيس ابو مازن قال لي حرفيا انه مش بس من ال 48 الهجره، تحدث عن عائلات خرجت من فلسطين في عام 1840 على امريكا اللاتينيه، فنحن نريد ايضا هؤلاء ان يكونوا ضمن هذه المبادره تفاعل الاحصاء. والقصه ليست الاحصاء الرقمي، هنا نضيف نقاط كثير مهمه في هذا الموضوع، وانما الاحصاء ليس كم وانما ايضا كيف. نريد ان نقدم امام العالم بان هذا الفلسطيني رغم الشتات والنكبه الا انه في المقدمه، راح يكون هناك احصاء كم طبيب فلسطيني، كم مهندس فلسطيني، كم محامي فلسطيني، ايضا في الشتات كم شخصيه مؤثره في الحكومات الاوروبيه ولا الامريكيه ولا العربيه. نريد ان نضيء في هذا الموضوع هذه الشمعه التي تضيء الكون عمليا. هذا الفلسطيني كان له ايادي بيضاء في الكويت وفي قطر وهنا وهناك وايضا في اوروبا ولا في الامريكتين. فالقصه فيها عمق استراتيجي كثير مهم جدا، بان هذا الفلسطيني اولا يسال عنه من اهله وانه ضمن هذه الكوكبه وضمن هذه المنظومه، انه انا فلسطيني رغم انه يحمل اي جواز اخر، ويشعره بالانتماء يعني ايضا. ايوه. وفي نفس الوقت هو عنوان برنامجك عين على فلسطين، لا يكفي ان تكون ناجح هناك وتقدم لهم الكثير، عين على فلسطين. وانا ترجمت الحديث بشكل ودي وقلت بان حب الوطن كحبك لامك يا وجدان وكحبي لامي، وانا وانت بتصور يعني بالمعنى الفلسطيني، انا ولد لست بعاق وانت بنت لست بعاق لوالديك. فلذلك دعونا كيف نخدم هذا الوطن، ان كنت طبيب وان كنت مهندس ومحامي وان كنت مؤثر وان كنت صاحب بصمه. اولا فلسطين بحاجه، يعني انا بتكلم فلسطين الارض، اتكلم القدس، اتكلم رام الله، اتكلم حيفا والناصره، اتكلم فلسطين. نعم. بحاجه الى هؤلاء طبعا. يعني احنا هذا الواقع، يعني اذا احنا ما شعرناش ببعضنا لن يعطينا الاخر، اذا انت لم تخدم نفسك لن يخدمك الاخرين. نعم. من ينتصر على غيره قوي ومن ينتصر على نفسه اقوى. جميل. نريد هذا الانتصار على الذات. نعم. كي نجمع هذه المنظومه في هذه المبادره. وكما ذكرت الموضوع صعب، يعني مش والله مبروك مبادره فاعله ومبادره ممتازه بنشد على ايديك، لا، دعونا خارج هذه الكلمات. من يريد ان يقول لنا مبروك لهذه المبادره. نعم. يجب ان يكون جزء من عمل وانجاح هذه المبادره. دعني انتقل الى زينب. زينب عدت لنا، اتمنى ان يكون الصوت واضح الان. زينب راحت، مش مشكله. على كل حال ممكن ناخذها عبر الهاتف حتى اسالها، لانه حابه اسالها عن يعني موقف الشباب من هذه المبادره، مبادره التفاعل، في ظل الانقسام بين قوسين. يعني
نحن نعرف أنه أغلبية الشعب الفلسطيني وخاصة الشباب لا يهتمون لموضوع الانقسام، وأثبت ذلك الانتفاضة الأخيرة، الانتفاضة الشبابية، اللي كان كثير من الشباب كانوا ينتمون لفصائل متعددة ومختلفة ولم ينتبهوا لموضوع الانقسام، وكان الهدف واحد بكل تأكيد. موقف الشباب زينب من هذه المبادرة إلى أي مدى ممكن أن تكون أن يكون دورهم فاعل في ظل الانقسام؟ تفضلي زينب. أوكي. تفضلي يا زينب. طيب أنا راح أعود للدكتور كمال، وعذرا يا زينب يبدو الخط اليوم مش ضابط معاكي. دكتور كمال، أكيد سمعت سؤالي حول تخوف البعض من هذه المبادرات كون أنه في انقسام بين الأطراف الفلسطينية. عزيزتي نحن صوت واحد أيضا في هذا الاتجاه، يعني أنا وزينب نمثل مؤسسة سيدة الأرض ونمثل هذه الرسالة، رسالة وطن بإذن الله تعالى. سيدتي وعزيزتي، الانقسام الفلسطيني هو اصبح ليس انقسام فلسطيني وانما اصبح انقسام عربي، فاذا لو تحدثنا عن ذلك فكل وطن عربي اصبح في هذا البلاء اذا جاز التعبير. لكن مره اخرى، ما يجمع الفلسطيني من اجل ارضه الكثير كثير. اصلا نرجع لاصل الفكره، ما يحصل في كل وطن عربي هو لاسقاط القضيه الام هي قضيه فلسطين. ممتاز. فاذا نضد ذلك، ان وراء كل الخلافات وراء كل هذه الانقسامات وراءها فيروس واضح لنا جميعا. فلذلك نحن يا سيدتي في مؤسسه سيده الارض نذهب الى كاس الماء المليان ونقول بان الشباب هو قاطبه يحمل انا فلسطيني اقوى من كل هذه الحزبيه ومن كل المسميات ان اكون انا فلسطيني. فلذلك هي جمعت الجميع، وفي نفس الوقت نحن طرحين الشراكة مع الجميع من أجل أن نضم الجميع. وأولا عندما تحدثنا في أول حرف تعزيز، لكي نعزز بعضنا البعض، أن نكون معا أفضل ومعا نكون أقوى. وهذه الروح الآن تسود الشباب ويسود من يعمل في هذه المبادرة. وعلى فكرة عزيزتي، يعني أنا برغم خلال فترة تعرضت لوعكة صحية، إنما أيضا جاء لي تلفونات عديدة جدا من هنا ومن خارج البلاد، وحتى اخوتنا. يعني احنا اصبحنا كمؤسسه الحمد لله رب العالمين اصبح لنا في كل دوله هذا النموذج الفلسطيني. عندما ما بعد التكريمه، القصه مش والله انت اخذت وسام وانت شخصيه العام ويعطيك العافيه، لا على الاطلاق. عندك حمل. فكل هؤلاء النماذج اللي تم تكريمهم في مؤسسه فيز لارد ان كانوا في اوروبا وفي الامريكتين، هم الان جنود اذا جاز التعبير بالمعنى الايجابي لانجاح هذه المبادره لاحصاء الشعب الفلسطيني. بالتأكيد. القصة إذا نحن نذهب لما يجمع الجميع. نعم. الشباب الفلسطيني برضه هو شباب واعي وشباب مثقف، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول نصرت بالشباب. وبتصور يعني على الأقل نحن برضه الآن، هي زينب هي شابة لا زالت في مقتبل العمر، والآن هي منسقة الحملة. فإن دل على شيء، لعن نحن بالحكمة وبالشباب نسير نحو تحقيق هدفنا. هدفنا ليست فقط المبادرة زي ما قلت لك، والقصة فيها راح يكون الكثير من العمل والكثير من التوثيق. نعم. والكثير من الحالات سنتحدث دكتور عنها كمال القادمة. اسمح لي سوف أعود لك، لكن لابد أن نذكر هذا الخبر، حيث احتل المطران هيلاري كابوتشي الذي انتقل إلى جوار ربه في منفاه الإيطالي قلوب الملايين من الفلسطينيين والعرب، لأنه لم يساوم مطلقا في مواقفه ضد الاحتلال الإسرائيلي، واختار الوقوف في خندق المقاومة لأنه يؤمن بأنه لا حياد في مواجهة الظلم والعدوان. نتابع مقاله قبل وفاته. هذه أيام الشدة إلى شعب الفلسطيني مدد، ولذلك في غيابه السجن وعن قدسي الحبيبة أبعد، إنما أنا عن قدسي بعيد جسما إنما قلبا فكرا ودعاء، أنا دائما هناك في قدسي وسأعود إلى قدسي بينما المدائن تصدح الله أكبر والكنائس تقع أجراسها فرحة لعودتنا. نعم، نحن بقوة الله
بقوة الله، بقوة الله، لأنه إن لم يبني الرب البيت عبث يتعب البناؤون. بقوة الله إلى قدسنا نحن عائدون منتصرون، وعلى الله الاتكال، وعلى همتكم ووجودكم متكلون. والله شكرا يا عبد المطران. ضروري اني احكي لك هاي القضيه، انه هذا اللي بصور على التلفزيون باذن الله خلال يومين او ثلاثه هذه كلمتك رح توصل الى التلفزيون الفلسطيني، لان اتفقنا معهم. فبهمني اني اقول لك انه صوتك يصل الى فلسطين مباشره في هذا اليوم. دكتور كمال، ماذا تقول عن هذا الفيديو؟ يعني اولا نحن نقدم حظ التعازي بوفاه هذه القيمه والقامه العربيه الفلسطينيه. ونعم الموت فاجعه وخساره، لكن هذا الرجل باقي فينا في مسيره طويله جدا. وهنا نؤكد ان الذاكره لا تحتفظ بالوجوه على قدر ما تحتفظ بالمواقف. واتصور يعني لو يدرك الشرفاء في شتى الوطن العربي موقف هذا المطران الذي هو من حلب الاصل، وحلب هي فلسطين وفلسطين هي حلب، جرح واحد والبعد واحد والرساله واحده. انما ما يحصل الان هو تغييب عن كما قلت وابعاد قضيه الام، قضيه فلسطين، وكل يغني على ليلى. فاتصور وفاته ستعيد الذاكره الى المربع الاول، لان لا حريه بلا ولا هدوء بلا فلسطين، ولا عاصمه حره دون ان تكون حره ابيه لفلسطين. شكرا جزيلا دكتور كمال، ارجو ان تبقى معنا. ساذهب الى الخرطوم، معي من هناك الدكتور اسامه الاشقر رئيس التجمع الدولي للكتاب والأدباء الفلسطينيين. أهلا وسهلا بك دكتور أسامة. دكتور أسامة، هل الصوت واضح عندك الآن؟ دكتور أسامة، دكتور أسامة، يبدو أنه اليوم في مشكلة في الخطوط. على كل حال الخط يبدو أنه مش جيد. أعود مرة أخرى للدكتور كمال. دكتور كمال، ربما نحن محظوظين اليوم حتى تكون معنا فترة أطول، لن أطيل عليك. تحدثت عن هذه المبادرة، مبادرة تفاعل، ذكرت لنا يعني بالفعل بعض الأمور الهامة جدا. هناك بالفعل من يعمل على الأرض رغم كل المضايقات ورغم كل المتناقضات على أرض الواقع، إلا أن كان هناك نتاج حقيقي وفعلي عن العديد من المبادرات اللي قمتم بها كمؤسسة سيدة الأرض. نشكر هذه الجهود من خلال هذه الشاشة وهذا البرنامج. ماذا تقول دكتور كمال؟ يعني أولا اليوم من واضح أن صوت القدس صوت له حضوره، وطبعا صوت القدس هو صوت روحاني يا سيدتي، ولا تنسي بان القدس هي الاقرب الى السماء، فهي بوابه السماء الاولى، وهي القبله الاولى، وهي الحب الاول. فاتصور لذلك الكريم على الاقل يساعدنا ان يكون صوتنا ان شاء الله عالي، ويكون له بصمه معكم ومع كل وسائل الاعلام، لانه انا اعتقد نعود الى وسائل الاعلام هي ليست فقط السلطه الرابعه، وانما هي الرساله الاقوى، وخصوصا لنا فلسطينيين الآن أصبحنا هناك الكثير من الغموض حولنا، وإنما صوتنا كل ما كان عالي وكل ما كان واضح كل ما كانت الحرية أقرب في المسافة في مسافة الوقت بإذن الله تعالى. فعين على فلسطين هذا البرنامج أكيد له بصمة كما ذكرت في البداية، في أيضا في إنجاح شخصية عام وحدث شخصية عام اللي كما شاهدت بانه كان حدث كثير مهم جدا لكل الفلسطينيين والعرب كمان بشكل عام، لانه برضه كان عندنا وفود من المغرب ومن تونس ومن الكويت ومن مصر ومن جميع انحاء الوطن العربي. هذا كان برضه دلاله واضحه انه احنا نستطيع ان نجمع ان شاء الله، وفلسطين تجمع الجميع، لسنا نحن وانما فلسطين. مسمى فلسطين كما بتحدث دائما مع فريق العمل هي اكبر من كل المسميات. فاتمنى برضه عبر شاشتكم وعبرك انت شخصيا، لان انا بعرف انك محبه
لفلسطين انه ناخذ اللي هو رابط المبادره ونحاول ان نوزع ونعمم هذا الرابط. هل الرابط متوفر لدينا؟ ممكن نعرضه لو سمحتوا اثناء الحديث؟ تفضل. طبعا متوفر عندكم الرابط موجود. والرابط كثير مهم انه يعني لو هو لا يستهلك من الوقت الا 3 دقائق يعني لتعبئه النموذج بشكل بسيط جدا، وهذا كثير يعطي كمان لكل من يعبي هذا النموذج. طبعا راسا يخزن عندنا طبعا بشكل الكتروني، ونعرف كل شخص وين هو موجود، التواصل بيكون معه بشكل مباشر عبر تلفونه. فارجو انه الامر يكون سهل جدا بهذا الاتجاه يا عزيزتي. تعميم الرابط هو كثير مهم جدا ان شاء الله. رابط مهم جدا طبعا من أجل التواصل ويعني تعبئة البيانات، وهذا هذه مسألة مهمة في الإحصاء على ما أعتقد. نعم، هي كما قلت ليس فقط إحصاء، أنا قلت في الرابط أو موجود إنه يعني وظيفته مهنته يعني منصبه، هذا كله يعني شيء هو بضيف معنوية. وأنا بقول بوضوح طبعا لماذا هذا إحنا بدأنا هذا، لو سألنا الفكرة ليش طبعا احنا فكرنا في هذا في هذه المبادره؟ لانه التعداد الرسمي للشعب الفلسطيني هو عباره عن 12 مليون نسمة. عظيم؟ لا. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه طبعا انه هل هذا التعداد هو صحيح؟ هذا ما توصلت اليه اللي هي لجنه الاحصاء، ومشكورين يعطيهم صحه على ذلك. انما القصه في بعد انه في كثير فلسطينيين موجودين في اوروبا وفي الوطن العربي يحملون جنسيات ان كانت اجنبيه وان كانت عربيه، ما دخلوا داخل هذا الاحصاء، فهذا الاحصاء احنا هو احصاء غير رسمي، وكذلك امر من ناحيه رسميه او مهنيه. لا تسقط عندما تكون ان كانت مع جنسيه اخرى تقول انا فلسطيني، تسقط جنسيتك على الاطلاق، هذا الخوف اصبح لا مكان له. فلذلك انت بتعزز انا فلسطيني، انا احس بعائلتي في الغربه في الشتات انه انا فلسطيني، انا من يافا، انا من حيفا، انا من الخليل، انا من القدس، انا من جنين الى اخره، انا من الجليل. فالقصه هي انك تعزيز ذلك كمان حتى للاسره للاطفال. نعم. نعم دكتور كمال الحسيني الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيدة الأرض، كنت معنا من القدس المحتلة، أشكرك على هذه المشاركة. مشاهدينا الأفاضل إلى اللقاء.